الحمد لله الحمد لله الذي أنشأنا من العدم إلى الوجود وأتحفنا بواسع الكرم والجود وأخرجنا من الظلمات إلى النور وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. أحمده وأشكره على نعم لا تحصر وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد من أنذر وبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بالوصية الغالية في هذه الحياة الفانية ألا وهي تقوى الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لازلنا مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في لقائها العاشر، وسنكون مع حدث لقاء جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاء السماء والأرض. هذا اللقاء الذي نشأ منه الطهر والنور والأمن والأمان والسلامة والإسلام، لقاء جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في الخطبة الماضية عن بدء نزول الوحي، وكان بدء نزول الوحي لرسول الله بالرؤية الصادقة، فكان لا يرى شيئا في المنام إلا وتحقق. وقد حبب إليه الخلاء الخلوة، وكان الشجر والحجر يسلمون عليه. هذه بداية. وإذ في شهر رمضان في ليلة القدر يكون نزول جبريل عليه السلام على رسول الله في غار حراء، وعمر رسول الله 40 سنة. 40 سنة. ويأتي جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد يتحمد في الليل في شهر رمضان، ينزل بصورته الحقيقية. صورة جبريل على خلقته الحقيقية مخلوق عظيم. جبريل مخلوق عظيم في خلقته، له 600 جناح. يصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أمير الوحي، يصفه يقول: لما صعد إلى السماء غطى الأفق. غطى الأفق أي غطى السماء كلها، وذلك لعظمة هذا المخلوق. ينزل وإذ به يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمة قوية حتى تكاد روحه أن تخرج. اسمعوا أيها الأحباب، هذا اللقاء لا يستطيع أن يقبل به أو أن يتحمله إنسان عادي أبدا، أو إنسان شجاع أو قوي أبدا، لن يستطيع أن يتقبل ويتحمل هذا اللقاء إلا إنسان خاص، إلا إنسان خاص مستثنى من هذه البشرية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعده الله إعدادا خاصا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق الخلق اصطفى من الخلق بني آدم، واصطفى من بني آدم العرب،
واصطفى من بني العرب بني هاشم قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فلازمت خيارا عن خيار عن خيار. فمن احب العرب فبحب احبه، ومن ابغض العرب فببغض ابغضه. ان هذا الاختيار والاصطفاء وما رايناه في سيره رسول الله قبل البعثة وأثناء البعثة وما لاحظناه في السيرة، هذا ليس أمرا عاديا. هذا بشر ليس كالبشر، إنه كالياقوت بين الحجر، ليس بشري كبشر عامة، إنه مهيئ ومعد لأمر عظيم، وذلك في اللقاء الأول. يقول له يا محمد اقرأ، يناديه باسمه أي أني أعرفك، اقرأ. وكانت أول أمر ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم مجيبا ما أنا بقارئ، فيعيد الضمة الثانية حتى تكاد روحه أن تخرج، ثم يرسله فيقول له يا محمد اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فيضمه الضمة الثالثة حتى تكاد الروح أن تخرج، فيقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك أكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكان هذا اللقاء بهذه الآيات بدأ نزول القرآن الكريم، ويبدأ النور يشع على بدئه على غار حراء، ثم يبدأ ينشر هذا النور ويبدد هذا النور الظلمات، وينشأ عن هذا اللقاء الأمانة والصدق والطهر والعفاف، ثم يبدأ ينزل القرآن في 23 سنة، 13 بمكة وعشر سنوات بالمدينة المنورة. فكان أول نزول القرآن اقرأ أمر بالقراءة، وآخر نزول القرآن اتقوا ربكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بقي بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 ليال، فقبضت روحه الشريفة، بقى بعدها بآية 9 ليال. فكان آخر نزول القرآن اتقوا اقرأ أيها الإنسان اقرأ لتكون من المتقين. فالغاية من القرآن أن تكون تقيا لله بالقراءة. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وصلنا وإياكم العدد المهم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن في هذا اللقاء نزول الوحي أمران مهمان. الأمر الأول أن الإنسان ينبغي أن يكون مميزا عن الناس. يقول في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، أخرج
بعث النار أي ذريتك. فيقول آدم وما بعث النار يا رب؟ فيقول من كل ألف 999 هادو اللي في النار. كل ألف حيد منها 999 وعفوا وخلي واحد، يعني نسبة النجاح واحد في الألف. فالصحابة خافوا، واحد ألف واحد 99 في النار واحد في الجنة، راهي نسبة راه صعيبة هذه النسبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه منكم واحدة ومن ياجوج وماجوج 999. فقال عسى أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا فكبرنا تكبير الله أكبر، كبروا فرعا. فقال عسى أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبرنا، المراد ذاك واحد في الألف. إذا خص ذاك واحد في الألف تكون مميز، راه ماشي واحد في الألف إنسان عادي. إذا جيت تختار واحد ألف واحد تسمينا واحد، إذا هذاك واحد راه مميز، راه مميز في الإيمان، في عقيدته، في أخلاقه، معاملاته، في عبادته، في أداء حقوق الناس. إنسان مميز عندك ألف واحد فيه مميزات تميزوا على الناس، راه كيخص تكون. وبالقرآن الكريم اقرأ وما أدراك ما اقرأ، وش حاب تكرف سمعنا على الآية هذه. أمة اقرأ ونسبة القراءة مخجلة داخل الأمم، أمم كرة أرضية. راه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرقام القراءة ديالها مخجلة جدا، تحشم تقولها 4 دقائق في العام بزاف، 4 دقائق معدل هما كتبقاو تيقراو بالاشهر معدل ديال القراءة. أمة اقرأ، لأن بكلمة اقرأ باش غتقوى هذا الإيمان وباش غتعرف الله. اقرأ باش غتعرف الله بالولادة. الإسلام ما كيتورثش، الإسلام ما كيتورثش، ماشي كنورثك الإسلام، الإسلام كيتعلم، كيتعلم. وقل اعلموا اعلم واعمل بالعلم ماشي بالولادة. ولهذا وجدنا محمد بالولادة، ولقينا مصطفى بالولادة، مصطفى ومحمد في معاصي وسلوك معاملات لا علاقة بالإسلام. حيت ورثنا اكتوالته الدين بالعلم. اقرأ، اقرأ كتاب الله، اقرأ العلوم الشرعية والدنيوية، لأن قوة الأمة وسلاح هذا الدين العلم. أول سيف يشهره الإسلام سيف العلم، أول سيف يشهره سيف العلم في وجه الجهل. العدو الأكبر للإسلام هو الجهل، ولم يشهره في أبي جهل، شهره في الجهل والأول، لأن أبا جهل ما كان عدوا إلا لجهله. ولذلك العدو الأكبر للإسلام هو الجهل. تيكون بنادم ما فاهمش هو عايش، ما قاريش، ما يقرا، معاه مشكل وتيفهم شي حوايج صعيب تفهمها ليه. ولهذا العلم، فعلينا بالعلم والرجوع ومصاحبة الكتب والقراءة. راه نهار نولفوا وليداتنا نديروا قراءة كتب، نهار يبدو يخدموا التليفونات والتلفازات وتجيز كتاب وتتعلموا تتعلم الكتاب. راه نهار غيحب الكتابة القراءة وغيولي معجب بالكتاب، ما غيتفارقش معاه، راه حدك انت تولفوا. ولهذا من هذه القصة ديال نزول الوحي نعرف أن أهمية القراءة، قراءة كتاب الله عز وجل تدبرا، قراءة تلاوة وعملا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما خير مبين عليه من أهل. إن الله تعالى قد أمركم أمره بدأ به وسوتن به ملائكة، فقال وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا واصلح لآخرتنا.
واجعل الحياة الزيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر. اللهم رحمتك ناصر فلا تكلنا إلا أنفسنا طرف العين واصلح أمرنا كله. لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظ المؤمنين بالإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سته المبشرين وسائر صحابه رسول الله اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وانصر اللهم مولانا امير المؤمنين وحامي المطلب الدين جلاله الملك محمد السادس. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا واحفظه اللهم في وليعهد النبي المحبوب الحسن. اللهم البسه نبات الحسنه واشد اللهم اسره لاخي مولاي رشيد وارحم اللهم برحمتك من رحمتك الواسعة فقيدين عروبة الإسلام جلالة الملك الحسن الثاني جلالة الملك محمد الخامس وارحم اللهم سائر أموات المسلمين رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين وأن تحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تنصر إخوتنا في غزة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم. اللهم انصرهم. اللهم ثبتهم. اللهم ارزقهم الثبات والنصر والتمكين رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الامن والامان. اللهم ارزقهم الامن والامان. اللهم اطعمهم. اللهم اسقهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا رب ان تقضي الدين عن كل مديون وتزيل الهم عن كل مهموم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا المغرب بلدا امنا من كل بلاء آمن من كل وباء يا ارحم الراحمين رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.